تابع باريس سان جيرمان وايضا المنتخب الفرنسي. والبدايه لباريس سان جيرمان من اجل الدفاع عن لقب باريس. يبدا باريس سان جيرمان الذي لم يكن حاضرا وجاهزا في مباراه نانتا في كاس السوبر. يجب اولى اهداف يحيى خالد في الدوري الفرنسي بعد عمل جيد في نيما. عاد الى نيما هنا جيبلا والتصدي لباليكا. لوك ستايسا غير الاتجاه. يحيى خالد يلعبها للطائرة تدخل الدفاع في الهجمة المرتدة. تمرير اللاعب الطائرة ايضا تضيع على نيم. لوك ستايسا يستعيد الكرة يلعبها مباشرة لماتيو غريبي الثاني لباريس سان جيرمان. سند في الجهة اليمنى تسديدة حوضية والدفاع عن طريق ماتيو غريبي والهجمة المرتدة لإيلاين براندي. هنا الهدف الأول لا نيما عن طريق داميان جيبرنون الذي يبدأ أساسي مكان رغم وجود مهاب عبد الحق الذي كاد أن لا يشارك في هذه المباراة لكن متواجد في دكة الاحتياط. والتصدي لأندرياس باليكا والانسجام مع الفريق واللاعبين. من التمريرة لم تصل لي كاميل شيبزاكا لباريس سان جيرمان. عودة المرور من شيبلا رائع. شيبلا يمر أمام كاميل شيبزاكا ويضع الضغط مباشرة. جيبل تصدي لويسلي باردا أمام محاولة ماتيو. أول تصدي له في هذه المباراة. تمريرة تصل الكرة للجناح والتصدي لباري. هنا إيلاين براندي يأخذ التسديدة والقائمة اللي جيبلا. رائع التمريرة والدخول كذا. كم شون باريل هو الذي يسلم الكرة لاعب الدائرة في دار المدافعين. تسديدة من يحيى في بدون خطر على باريس سان جيرمان في الدفاع. حوت اللعب مع الدائرة تقطع من الدفاع من لوكا كارا. ستاينز في الجهة اليسرى إيلاين براندي رجعها لستاينز. المرور والهدف الأول للوكس. الزاوية البعيدة أمام ويسلي باردا. شيبلا يلعبها للدائرة ريعة ثنائية وإيجو كمش الذي لم يشارك كثيرا مع نيما الموسم الماضي كان مصابا. إيجو كمشون باريلا والهدف في الدوري الفرنسي. ورايع الدفاع من لوكا كاراباتي يخدع الكرة والهجمة المرتدة لفيرنسولي الإسباني يسدد في الزاوية البعيدة رغم يقدم في عمل رائع على مستوى محور الدفاع. ورمية سبعة أمتار رمية سبعة أمتار الأولى في المباراة لمحمد سند الدوري المصري أمام باليكا. ينجح الدوري المصري. لوك ستاينز يبحث عن يحيى خالد في تقاطع المرور وسبعة أمتار رائع. يحيى خالد يمر أمام اللاعبين. ويسلي باردا تصدي واحد فقط إلى حد الآن في المباراة. حاولت المرور تقطع الكرة والهجمة المرتدة 3-2 إلى إمبراندي يضيع. إلى إمبراندي في الهجمة المرتدة وجها لوجه من ويسلي باردا. جيبلا ويسجل. كامل شيبزاكا يضيع والتصدي لويسلي باردا اختصاص الرميات 7 امتار. الدولي الفرنسي السابق اللاعب السابق للحارس السابق للتصابة في الاولمبياد الاخيرة. تسديدة ويمسكها الاتجاه في محور الدفاع والتسديد ثم المضايقة. كامل شيبزاكا يلعبها والهدف لماتيو غريبي. هدف لباريس سان جيرمان ماتيو غريبي اللاعب السابق لمونبلييه. ورايع التمريرة من من نيما ورمية سبعة أمتار الثالثة. يعود كامل شيبزاكا رغم أن ضيع الثانية سجل الأولى ضيع الثانية والثالثة يسجل. كرة سانا أكيفيو والكرة لأكيفيو والكرة تعود لباريس سان جيرمان يلعبها بسرعة. يسبر كرة سانا أكيفيو حاول التمرير عبد الحق يضغط عبد الحق يحاول التسديد هذه المرة يسجل.
هنا كرة زايد أربعة يحيى خالد يمررها نيمة في الهجوم رائعة من مهابة وصلها لزميله في المنتخب المصري محمد سنادة مهابة عبد الحق شاهدوا كيف كيد الفريق الثاني للمجرة تونسين هنا استلم الكرة وحائط الصد رائع تعود في الجهة اليمنى محمد سنادة عبد الحق هو رمية سبعة أمتار رمية بدأ ياكو مع كاميل شيبساكا إلوين براندي صعود على لوكستاينسا براندي يرجح على لوكستاينسا المرورة تمريرة والثنائية تنجح في الجهة اليسرى تواجد ويسلي باردان في الزاوية الأولى لكن قوة التسديدة ودقة التسديدة لإلوين براندي ستغير اتجاه تقطع مع إلوين براندي تونسين يرجح على إلوين براندي ورايعة التمريرة من إلوين براندي بولندي والفرنسي شاهدنا ذلك الموسم الماضي معظم التمريرات اللي كاميل شيبساكا تأتي من إلوين براندي في الهجوم ماشي بالكرة على مهاب عبد الحق الشيء الحكم بيشون هنا نعم هنا الجهة اليسرى الدائرة البولندي لوكستاينس إلوين براندي تدخل الدفاع على إلوين براندي عبد الحق في الجهة اليمنى تحضر الهجمة تغيير مراكز في الجهة اليمنى مهاب عبد الحق يسدد رائعة من مهاب لعب كجناح يلعب كظهيرة ورائعة من بيليكا يمر من المدافع لكن التمريرة لم تصل للوكستاينس أولم بيليكا لوكستاينس دخل الدفاع والمرور بقوة على لوكستاينس وكرة العودة ودخل الفارق إلى هدف واحد لنيمة عن طريق وباريا متقدم بهدف واحد والدخول بقوة للمرة الثانية بيليكا الآن هدف التعادل لنيمة محمد سنادة يضيع محمد سنادة لوكستاينس يبحث عن تونسين في التقاطع وهذه المرة يسجل والمبيليكا بكل قوة إمكانيات بدنية مراتسان مهابة والتمريرة في الهواء والتصدي لباليكا مع محمد سنادة والرد يأتي بسرعة عن طريق والمبيليكا هدفه الثاني على التوالي هذه المرة في الهجمة المرتدة سنادة في هذا الشوط الأول لا أربعة على أربعة لكن الكرة الأخيرة كانت لي أندرياس باليكا مهابة في الخائم الأول مهابة عبد الحق هدفه الثالث تونسين التسلل في الجهة اليمنى فيرون سولي يسجل الألماني إشارة باللعب السلبي والتصدي لي كوراتسون والهجمة المرتدة ريع التمريرة و جيبرنون كوراتسون محمد سند كطائرة ثاني أكيفيو يأخذ التسديدة خروج كل من يحيى خالد وإلى براندي وبقى لوكستاينس على مستوى التنسيق ريع التمريرة من لوكستاينس مباشرة لكاميل شيبزاكا الذي يسجل لكن نيما لم يعرف كيف يتصرف في هذه الهجمة تسديدة هناك تحرك نعم لوتشانو البرازيلي في التسديدة الأخيرة قدم الشوط أول رائع الدولي السويدي ونيما يبدأ في الهجوم في هذا الشوط الثاني تألق هنا التحذيرة يدخل لوا ديليسبورغ على مستوى التنسيق ونيما يخلص الفارق إلى ثلاثة أهداف لوكستاينس يمر بسهولة والاندفاع لوكستاينس سجل هدفه الثاني وبالركولات يسجل ليو شيرون باتريك غريبي هذه المرة يسجل لوتشانو ياخذ التسديدة وهدفه من مهاب عبد الحق لوكستاينس والتسديدة قوية والحكم ربما سيعود للخطأ على لوكستاينس وسيشاهد الفيديو ويعود إلى الفار ستيفان بيشون أملا
وهابة ديريسبورغا أكيفيو يدخل في الجهة اليمنى وديريسبورغا والرد يأتي بسرعة لباريس سان جيرمان غير الخط الخلفي ديريسبورغا تقاطع مع أكيفيو مهاب عبد الحق يوصلها للدائرة رائعة من الدول المصري مهاب عبد الحق يوصلها مباشرة لإيكو كامشون باريلا من مهاب عبد الحق فوق راس ميكا كاراباتيتشا لإيكو كامشون باريلا هدف في الجهة اليسرى البرازيلي لديه الكرة هنا سبع أمتار والتوغل والاندفاع مع دقيقتين على إيلوين براندي شاهدوا هنا التوغل لإيكو كام شون باريلا محمد سناد في رمي سبع أمتار الثالثة له يضيعها هذه المرة الهدف صحيح لليوكستاينس ليوكستاينس يبحث عن يحيى خالد في التقاطع يحيى خالد رائعة التمريرة من يحيى خالد والتصدي لديلان سوي أمام كاميلا تشيبساكا يضغط يبحث عن مهاب عبد الحق تحرك اللاعب دائرة لوتشانو يحاول التسديد التسلسل في الجهة اليمنى في زاوية مفتوحة رائعة من لوتشانو بيليكا فضل التمريرة ليوكستاينس تعود بيليكا تدخل الدفاع بيليكا يحاول والدقيقتين يعود اليوم بروندي ويحيى خالد هي يخلصها وريميلي وأيضا ديكاميما وأيضا الدنماركي من الجناح وباليكا نيم بخمسة مدافعين يضغط إحدى خالد ليوكستاينس مرارها لبراندي تصل لي لوكا كاراباتيتشا لعب جماعي رائع لباريس سان جيرمان تنتهي عند لوكا كاراباتيتشا هدفه الثاني في المباراة باري الذي سيشارك في تشامبيونز ليغ مع نانتا الرد يأتي من مهاب عبد الحق ليحيى خالد التصد الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الجولة الأولى حاولت التقاطع في الجهة اليسرى لوتشيانو هذه المرة تسديدة بعيدة زائد خمسة دفاع واحد خمسة على ليوكستاينس يحيى خالد مرة لأولي براندي تقطع من الدفاع والهجمة المرتدة لنيم في الجهة اليمنى والكرة في شباك أندرياس باليكا ريمي بيرا دفعه ثالث المرتدة ليوكستاينس رائعة التمريرة لوتشيانو مهاب ديريسبورغا يضغط يبحث عن مهاب في التقاطع مررها لليتشانو تصل الجناح وباليكا يتصدى للمرة الثانية أمام جيريك فانسون من الجناح العايز يا خالد تدخل الدفاع إلوين براندي هنا حالة التسديدة يحيى خالد رائعة ثنائية بين الدول الفرنسي والدول المصري رائعة التمريرة من إلوين براندي والجري قبل استلام الكرة الموسم في باريس سان جيرمان يحيى خالد وأيضا إلوين براندي ومهاب عبد الحق يا رضيع المنتخب المصري إلوين براندي التسديدة خمسة أهداف لإلوين براندي ونيم يضيع الكرة وبراندي الثانية على التو تسديدة مهاب عبد الحق والسادسة بستة أهداف يدخل دانيا باينسا الدولي الهولندي تسديدة في الزاوية البعيدة فيرونسولي في رمية سبع أمتار يسجل مهاب على مستوى الظهيرة يعود جيبولان في الجهة اليسرى ليس هناك مشي بالكرة على كان ليوكستاينس الهولنديين في مركز التنسيق هنا التسلسل رائعة من يحيى خالد يحيى خالد قام بكل شيء لكن يضيع البحث عن المرور بقوة ربما الحكم سيعود وبيليكا يضيع
جيبلان يضغط فراتسون تدخل الدفاع محاولة التمرير للاعب دائرة تقطع من دفاع باريس سان جيرمان وفيران سولي دافيد دوغويا طلب من اللاعبين البقاء في المباراة وعدم الاستسلام وعدم التمرير للاعب الدائرة جيريك فيسا في رمية 7 أمتار يسجل الجناح نيم بخمس مدافعين وبيليكا يضيع من الجناح جيبيرنو كوراتسون حاول اللعب بعد الدائرة رايعة التمريرة من كوراتسون تصل لسيباسيا كاتزور هدفه الأول والهدف الأول لسيباسيا كاتزور رايعة التمريرة من كنترو بنتونيسين والقائم الأول دائرة كوراتسون يضغط التقطع في الجهة اليمنى والهدف هنا التحذير لدانيا باينسا لوين براندي التسديدة من براندي فوق مرمي وكرة العودة ودخلت الفارق إلى هدفين لنيما في الجهة اليمنى ومحمد سند محمد سند يسجل هدفه الخامس ويخلص الفارق إلى هدفين أندرياس باليكا الفارق هدفين فقط يعود لوكستايس يجب أن يستايس ويسجل هدفه الثالث ويعد الأسبقية بثلاثة أهداف لباريس سان جيرمان الساحر رايع التمريرة وسيباستيان كاتزور يسجل هدفه الثاني في الدقائق الأخيرة تونيسين في الجهة اليمنى مكان يحيى خالد سبع أمتار الحكم يقول لا ومبدا الحق يوانا جيبيرنا باري متقدم بهدفين كوراتسون مهاب تدخل الدفاع من أولين براندي سيباستيان كاتزور يستفيق في الشوط الثاني هنا يحيى خالد يقوم بشوينكا رمية سبع أمتار أمام ويسلي باردا سجل مرتين شيبشاكا يسجل فرنسولي كدائرة ثاني يحيى خالد لوك ستاينس رايع التمريرة وكامل شيبشاكا تحصل فرنسولي يسجل هذا ثلاثة أهداف فارق لباريس سان جيرمان تقطع الكرة والهجمة المرتدة إلى براندي يسجل القدم والرجل لسويا باينسا لديه الكرة باينسا يمررها لجيبزا كرة من سبع أمتار أمام ديلان سوي هو تقطع من فيرونسولي نيما يرتكب الأخطاء ويبدأ الدفاع اللقبه بفوز مهم وثمين أمام نيما هو مهاب عبد الحق يسجل هدفه السابع هذا الموسم هنا التمريرة خاطئة تذهب للتماس هو الكرة الأخيرة والهدف الأخير في المباراة للو ديريسبورغ وفوز باريس سان جيرمان 36 33 أهداف كثيرة شاهدناها في هذه المباراة.